لو كنت القاضي اللي حيحكم في قضية التخابر كان حكمك على محمد مرسي حيكون ايه؟ لو ثبت انه جاسوس. بصي انا شخصيا تهاني رمزي انا ضد حكم الاعدام. مش بالاعدام يعني. انا شخصيا نفسي حكم الاعدام ده يتلغي. يعني ما يبقاش في، يعني ممكن مثلا بالسجن مدى الحياة، السجن المؤبد يعني بتقصد.